بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، والرضا الأتم الأكمل على الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، فعلت ببذلهم لأموالهم وأنفسهم ومهجهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وفلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل والسداد في الخطى والثبات في السير والوضوح في الرؤية والوصول إلى ما يرضيك. نسألك وصولا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بر الأمان وشاطئ السلامة، حيث نلقى الأحبة محمدا وصحبه، ونتبوأ من جنانك مكانا، ويكون لنا في فراديسك مقعد صدق يا مليك يا مقتدر. نسألك اللهم صلاح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ونسألك يا خالقنا أن ترجع هذه الأمة لذكورها وإناثها وشيبها وشبابها وصغارها وكبارها وحكامها ومحكوميها وعلمائها وجهلائها، أن تعيد الجميع إلى رحاب دينك القويم الذي لا جمود فيه ولا جحود ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة والنقصان، إنما يأخذ السقيا من معين الوحي النقي الذي لا كدر فيه. أسألك يا خالقي عودا حميدا إلى رحاب الكتاب والسنة لأبناء أمتي ولحملة لا إله إلا الله حتى يعز بها وهي عزيزة بدونهم. أسألك يا الله أن ترزقنا نورا فرقانيا تقذفه في قلوبنا فنبصر حقائق الأشياء كما هي، ونسألك أن تفتح لنا أبصارنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك، ونسألك أن تنور لنا بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك، ونسألك صلاح الأمر لنا جميعا، ونسألك صلاح نسائنا على الخصوص، فبصلاح المرأة تصلح الأمة وبفسادها تفسد. أيها الأحبة، موضوع بحثنا لهذا اليوم ولقائنا لهذه الليلة همسة في أذن فتاة، همسة في أذن فتاة، ولذلك سيكون الخطاب إلى كل فتاة مؤمنة مسلمة، سواء كانت متجلببة بجلباب حيائها وعفتها، وكانت ممن قررن في بيوتهن وأقمن حكم الله في حياتهن وأنفسهن، أو سواء كانت الفتاة أو الفتيات من المتبرجات من اللواتي أخذهن التيار بعيدا بعيدا عن ساح الهدى وعن نهج الاستقامة، واستطاعت شبكات الإغراء والإغواء، واستطاعت فنون التجار والفجار أن يجتذبوها حتى تصبح فريسة سهلة استطاعوا أن يستفيدوا منها وأن يوظفوها لمآربهم الخسيسة. همسه في أذن فتاة، كل فتاة يرسلها كل رجل غيور، بل ترسلها الفضيلة ويرسلها العفاف ويرسلها وترسلها آيات الكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. همسه همسه تعبر عن كل غيور في هذه الأمة على شرفه وعرضه، وكل فتاة من فتيات هذه الأمة هن شرفنا وعرضنا شئنا أم أبينا. همسح نرسلها جميعا
الى كل فتاة مؤمنة لعلها تلقى منها اذنا صاغية، ولعلها ان شاء الله تكون سببا لثبات الملتزمات ولعودة الجانحات اللواتي اخذهن التيار بعيدا. لذلك نقول في الابتداء اليك ايتها الفتاة المؤمنة، لقد استمعت كثيرا الى ما يهم اناقتك وجمالك وشعرك واظافرك بل وحتى الحذاء، هذه المرة استمعي الى ما يكتب لك عن قلبك وروحك وجوهرك، ولا اخالك الا فاعله، فعقلك اهم من اناقتك وروحك اهم من اظافرك واخرتك اهم من دنياك، اليس كذلك؟ اذا اسمحي لي ان اتحدث اليك في وجازة وعلى عجالة، فقد سمعت الكثير عن كل شيء، فاسمعي هذه المرة القليل القليل عما يكون سببا للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. أخيّ، لابد أنك قرأت وسمعت عن مكانة المرأة في الإسلام، إلا أنني بدأت أرى أن الكثير من فتياتنا بدأن ينعقن مثل صويحباتهن في دول كثيرة يطالبن بالحرية والمساواة، وبدأن يمارسن هذا جهارا نهارا، سفورا وفجورا وخروجا وحرية وسيرا على حل الشعور بلا ضوابط من دين ولا معايير من شرع. وأي حرية وأي مساواة، إنها أصوات نشاز لفتيات علمن في قرارة أنفسهن أن الله أنزلهن منزلة عالية وبوأهن مكانا رفيعا، ورغم ذلك تلفت يمنة ويسرة، فربما نعق ناعق بكلمة فاتبعته هذه المرأة، بل ربما وصل بها الأمر إلى درجة الكفر بكلمة أو بأخرى، تهوي بها في النار 70 خريفا وأنا أتلفت يمنة ويسرة، رأيت من هؤلاء الكثير. إن هذه الفتاة هي أردأ الأنواع، أنواع النساء، تطالب بالعدل والمساواة والحرية. إنها الفتاة التي تتصف بالجهل، لأنها ما عادت تميز العدو من الصديق ولا الغص من السمين. ها هي رأت ملابس عليها صورا لمغنين أو ممثلين أو صورة لصليب وكنائس، فاشترتها بمالها وعلقتها على صدرها، فيا لله كيف تحمل ذلك امرأة مسلمة، وماذا تحمل في قلبها إذا كان هذا على صدرها. امرأة هشة الفكر، آخر اهتماماتها أمور دينها، وربما أن لها سنوات لم تصلي صلاة في وقتها، وربما إذا صلت لم تأتي بأركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأحيانا تجب عليها الصلاة بعد طهر وهي جاهلة لا تفعل، ويندر أن تتعلم شيئا من أمور العبادة. أما إذا تحدثت عن كل شيء إلا الدين فهي اللبيبة الفطنة التي لا يفوتها شيء ولا ينقصها علم، تسأل وتسأل حتى تحفظ، ثم تبث علمها، وعلمها هذا هو معرفة أعمار الناس وتاريخ الولادات، ومتى حملت فلانة، ومتى وضعت علانة، وكم كان عدد أبناء تلك وبناتها فيه، وحدث ولا حرج عن ذلك، متابعة وحرص وسؤال وتدقيق ومراجعة، ولا يقتصر ذلك على من حولها بل يتعدى ذلك إلى الجيران والمعارف وكل من عرفتهم أو سمعت بهم. أما أحكام العقيدة والعبادات فالذاكرة فارغة، لم تجد منذ سنوات ولا حكما شرعيا واحدا، ولم تحفظ في 10 سنوات مضت ولا آية واحدة من كتاب الله عز وجل، فأي فتاة للإسلام هذه؟ أخيح، إنك تطالبين بتحرير المرأة،
وإليك نتائج تحرير المرأة. إن العاقل من يتعظ بغيره ويتجنب ما وقع فيه الآخرون من شر أو أخطاء. لقد انفلتت المرأة الغربية من رباط الدين والأخلاق ومن رباط العائلة والأسرة، فخرجت تاركة كل القيم الدينية، واغترت بما حصل لها من انفراد وما حصلته من تحرير يرضي غرورها. فماذا كانت النتيجة؟ تبدأ الفتاة منذ 18 من عمرها حياة لا يحكمها فيها أحد، تمضي حيث شاءت مع من شاءت، يستعملها الرجل في شهوته ويستخدمها كأداة إغراء ومصيدة لكل الشهوات والآثام، ومباحا لكل ذي شهوة، وجسدها تجارة وأنوثتها متعة بالأفلام ومسابقات ملكات الجمال وفي الإعلانات وفي المجاملات وبيوت الأزياء وعرض الأزياء وغير ذلك. يستهلك زهرة شبابها ونضرتها حتى إذا بدأ العجز يدب إليها وذهبت النضارة والجمال، رمى بها المجتمع لتعيش بقية حياتها في ملجأ إن لم يكن لها مدخرات من المال، أو تنزوي في بيت لها وحيدة لا أنيس لها سوى كلب اقتنته لتتسلى به وتعوض به ما فقدت من حنان. حينئذ تعرف أنها كانت مغرورة مخدوعة، وأنها قد توجر بها من قبل من غرروا بها وطالبوا بحريتها. كم تعاني المرأة في الغرب من الحرمان والخوف، فحوادث الاغتصاب شائعة حتى بين المحارم. تتعرض الفتاة هناك للسلب والنهب والقتل، فلا تجد من يحميها ويحفظها. قوانين بائدة فروقاتها كثيرة علاتها، كل ذلك بسبب مخالطة الرجال وترك القرار في البيوت. وبسبب انتشار الفواحش بالمجتمعات المتحررة نتج عن ذلك ذهاب الغيرة والعفة والحياء وعزوف الرجال والنساء عن الزواج الشرعي، فدمرت الروابط الأسرية وقل عدد المواليد الشرعيين وكثر اللقطاء وارتفعت معدلات انتحار النساء وانتشرت الأمراض الجنسية، وآخرها وأخطرها وليس بآخرها تماما هو الإيدز. كما كان من نتائج تحرير المرأة زيادة الجرائم بسبب إقحام المرأة نفسها ميدان الجريمة. ومن هنا فكل بلد سار في الدرب ونبذ الحجاب الإسلامي وسمح بالاختلاط سوف يصيبه ما أصاب بلاد أوروبا من التفسخ الخلقي والفساد والانحلال. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فأي مجتمع يرغب في أن يكون مثل تلك المجتمعات المنحرفة المنحلة الضالة البهيمية العجموية؟ وأي امرأة تريد أن تكون حياتها كحياة الساقطات اللواتي أصبحن دمية يلعب بها الرجال ثم يرمونها بعد أن يملوها ويبحثوا عن أخرى؟ يا ابنة الإسلام ويا أخت كل مسلم، لا تغتري بما يقوله دعاة الحرية والإباحية، دعاة التبرج والسفور، فإنهم يدعون إلى تدمير المجتمع المسلم ويدعون إلى فساد أخلاقه. فالإسلام هو الذي جعل المرأة تتبوأ مكانة رفيعة عالية، مكانة تحفظ للمسلمة بل للمرأة إنسانيتها وكرامتها وتصونها عن أسباب الشر والفساد. الإسلام أثبت للمرأة حقوقها اللائقة بها، وهو الذي أنصف المرأة ولم يبخسها شيئا من حقوقها، فجعلها ترث وتملك وتبيع وتشتري وتتصرف بمالها وتقرض وتتصدق وتهب، في الوقت الذي ما زالت بعض دول أوروبا لم تعطي المرأة حقوقها الثابتة لها شرعا. والمرأة في ميزان الإسلام العادل كالرجل، حرم عليها المحرمات وأوجب عليها الواجبات وفرض الله عليها القيام بالتكاليف الشرعية. تحمد العاقبة إذا استجابت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذم وتعاقب إذا تنكبت المنهج القويم والصراط المستقيم. قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالمرأة المؤمنة لها المكان في الدنيا بالتوقير والاحترام، ولها المكان في الآخرة بالفوز والنعيم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
اختاه، اختي الكريمة، اختي الفاضلة. ان الانسان مهما عاش في الحياة الدنيا وتمتع بما فيها من شهوات وملذات فان مصيره الموت بلا شك. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فتوهمي ايتها المسلمة وتخيلي انك وثبت من قبرك قائمة على قدميك شاخصة ببصرك وقد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة. وتوهمي وتخيلي نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك واحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموط اجمعون بالذلة والمسكلة. ثم ازدحمت الامم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا وتضايقت وانقطعت الاعناق من العطش واجتمع حر الشمس وتزاحمت الاجسام. فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. متفق عليه. فتوهمي ايتها المسكينة وقد ضاقت نفسك وزاد قلقك وسال عرقك وجرى من جميع البدن من الرأس الى القدم ووصل منك الى حيث اوصلتيه بعملك، فانظري الى هذا الحال وتفكري في ذلك الوبال وهولي هذا المآل وتصوري وقوفك بين يدي رب السماوات والارض والقلب مملوء رعبا محزون وجل والطرف خاشع ذليل وقد امسكت صحيفة الاعمال باليد فيها الدقيق والجليل فقرأتيها بلسان كليل قد داخلك الخجل والحياء من الله الذي لم يزل اليك محسنا وعليك سافرا. قال تعالى: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا. تمضي حلاوة ما اقتفيت وبعدها تبقى عليك مرارة التبعات يا حسرة العاصين يوم معادهم لو انهم سبقوا الى الجنات لو لم يكن الا الحياء من الذي ستر العيون. لأكثر الحسرات. فلا تدرين يا أفتاح هل يذهب بك إلى الجنة دار النعيم المقيم والمنزل الكريم. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أو يكون الذهاب بك إلى جهنم دار الشقاء والعذاب وبئس المصير. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أختي المسلمة إنك الآن في زمن المهلة والعمل فاتق الله في نفسك واعمل لما بعد الموت وتذكري قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا تكوني كالذين قال عنهم ربنا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أخيه ايتها المسلمة ان المجتمعات باسرها ومن ضمنها المجتمعات الغربية الكافرة قد ملت ذاك الصنف من النساء وضاقت به ذرعا بل وصار مصدر تأفف العقلاء وانزعاجهم من كثرته. فهل ترضين ايتها الاخت المصونة ان تكوني من جملة ذلك الحطام النتن المزعج من تلك الاصناف المنحرفة؟ افتاح
إننا لا نقنع منك بأن تكوني امرأة صالحة فحسب، بل إن الأمل لا يحدونا أن تكوني صالحة مصلحة أينما حللت، فأنت نجم مضيء يستنير به من ضل الطريق، وظل وارف يتفيأه من تلظى بحرارة المعصية وحرقة الذنوب، وليس ذلك عنك ببعيد. أختي المسلمة، وقد نهلت من مشكات النبوة ورزقت سلامة الفطرة، وإذا حققت المرأة المسلمة هذه الخصال وترسمت خطى خديجة وعائشة وأسماء وأم سليم وغيرها من الصحابيات ونساء السلف، حين ذات تكونين تلك المرأة التي تحفو إلى مثلها القلوب. تحفو لها القلوب لأنها أضحت من أسباب سعادة المرء في هذه الحياة الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من السعادة، وذكر منها المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. وتهفو لها القلوب لأنها قد صارت خير متاع هذه الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وتهفو لها القلوب لأنها أمل هذه الأمة في إعداد الأجيال الصالحة بإذن الله تعالى. وتهفو لها القلوب لأنها مصنع للرجال ومنشئ للأبطال، وأمتنا لا تحتاج الآن إلى عتاد وإلى سلاح بقدر حاجتها إلى الرجال الذين يحملون السلاح والعتاد. فمن غيرك يا أختاه، من غيرك يلد هذا الجيل ويولد هذا النشأ؟ من غيرك هذا الذي يصنع لنا ما ننشده من جيل النصر؟ أختاه اسمعي همستي واعقليها جيدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها وجميع فتيات المسلمين، بل جميع فتيات هذه البشرية قاطبة. سمعت أحدهم يقول: يا أختاه، يوما رحم الله أيام الشوال، وهو نوع من الزي النسائي الفاضح مهد لما هو أفضح منه كالميني جوب والميكرو جوب وما جاء بعده من أجيال صرعات الأزياء، وآخرها كانت تقليعات الفيزون وما لحق بها من الجنس الكلاسيكي الضيق. سمعته يقول: رحم الله تلك الأيام، لقد كانت أيام ستر وصون وعفاف، ومن يدري، فقد نترحم عما قريب على أيام الميني جوب هذه بعبارات أكثر تحسرا وكلمات أبلغ تأثرا، فنقول: سقى الله أيام كذا، فقد كانت أيام مروءة وطهر وحياء. تردد ذلك في خاطري وأنا أقطع الطريق كل يوم إلى بعض أشغالي وأعمالي في كثير من مدننا، بل في كثير من مدن العالم العربي والإسلامي التي لم تتطور كثيرا بعد إيمانيا وأخلاقيا وتربويا. لقد كان يخيل إلي في كل مرة أجوز فيها الطريق أنني في معرض للحوم البشرية، إن لم أتوهم أنني في مسخ كبير، أكوام من اللحوم، أعمدة من اللحوم تتحرك بكاملها على امتداد الشارع غدوا ورواحا. لم تكن تلك اللحوم محمولة على عربات البلدية ولا على أكتاف القصابين، إنها محمولة على سوق الغواني وتتحرك على أقدامهن، بل إنها لحومهن ذاتها هتكن السطر عنها صدورا ونحورا وظهورا وزنودا وآباطا وأفخادا وثديا. إنها معروضة للجميع بلا استثناء وبلا ثمن، فليس عليها تسعيرة، فجميع الأعين تلتهمها مجانا وبلا حساب. ولم أتمالك اللسان ذات مرة عندما أخذ يردد البعض: يا بلاش، ما هذا الرخص؟ ما هذا الهبوط في الأسعار؟ ما هذه المضاربة المسعورة الهائلة في العرض؟ ما تمالكت اللسان فقلت: بل قل العرض وليس العرض. من ذا يقول إن أسعار اللحوم في ارتفاع؟ من ذا يدعي ذلك؟ إنه إذن لجهول، أو إنه يعني لحوم الحيوانات والبهائم من أمثال الأغنام والأبقار والخنازير. أما لحوم الفتيات من الغضة، أما لحوم بنات حواء، فأسعارها في هبوط منقطع النظير. ومن عجب، فبنت حواء المعاصرة ولا سيما المثقفة تغضب لدى النقاش أو الحديث أمام من يشعرها بأنها جنس،
وتحس بالمهانة وتثور إذا ما خوطبت على أنها عنصر متعة في المجتمع. نعم إنها تغضب وإنها تثور لذلك، وقد تتهم الطرف الآخر بالجهل والتأخر والتجمت والجنون أحيانا وربما بالعمالة لإسرائيل. وأنا بدوري لا أعجب من تلك الثورة وذلك الغضب بحد ذاتهما، فالمرأة هي نصف المجتمع وهي إحدى دعامتيه الرئيسيتين، وهي مربيته وراعيته، وهي أمه، وهي سن الرجل بشرا وإنسانا، بل هي من نفس الرجل كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهي بالتالي معين الرحمة ومنهل الحب ومورد الحنان الخالص. وإنما أعجب وأعجب وأعجب حتى الذهول من هذا التناقض المريع بين سلوكها من جهة وقولها من جهة أخرى. وإلا فما معنى أنها لا تعرض نفسها للمجتمع بشكل عام وللرجل خاصة إلا جسدا ولحما؟ وما معنى أنها لا تفتو سنة بعد سنة، بل شهرا بعد شهر، بل يوما بعد يوم تتصدى للجنس الآخر بثياب ما زالت تقصر وتقصر وتضيق وتضيق، وبإغواء ما زال يتدنى في المستوى ويتدنى؟ ثم ما معنى هذا الطرح المزري الذي تطرح به نفسها على الجنس الآخر وهي تمشي عارية إلا من ستارة الشيطان؟ أليس هذا يعني أنها تثبت على نفسها التهمة وتؤكد بعملها صحة الادعاء القائل بأنها جنس وحف وأنها متعة وكفى وأنها جسد ولحم وفتنة وإغواء؟ ماذا أبقت الفتاة المعاصرة لفتاها المنتظر؟ ماذا تركت لزوجها؟ لماذا احتفظت ليلة عرسها إذا ما قدر لها الزواج؟ أنا لا أحسب أنها ستفاجئه بشيء، ولا أحسب أن منصفا يخالفني في أن الخطيب والزوج والعريس وبائع الفول والحمال وماسح الأحذية جميعا أصبحوا شركاء في أي امرأة تطرح مفاتنها هذا الطرح الرخيص وتعرض جسدها هذا العرض الصارخ لكل قائم أو قاعد أو سابر أو عابر أو بر أو فاجر، يتمشى في شارع أو يتنقل في حي أو يبيع في حانوت أو يجلس على قارعة الطريق أو يركب في حافلة. قد تتفاوت الأسهم، أسهم الشركة بين أولئك كثرة وقلة، إلا أن الشركة قائمة بينهم لا ريب في هذه العروض التي نراها في الشوارع. وإذا تركنا الخطيب والعريس والزوج جانبا فإننا نسأل: ماذا أبقت المرأة المعاصرة لوطنها من وقتها ومن اهتمامها؟ ثم ماذا أبقت لبيتها وولدها إن كان لها ولد؟ إذا كانت جميع اهتماماتها وأوقاتها منصرفة إلى الزينة والإغواء والاستعراضات وملاحقة دور الأزياء في التسريحة واللباس والحذاء، أما نحن ومعنا كل ذي عينين فلا نحسب أن فتاة من هذا الطراز، من فتيات الميني أو الميكرو أو من فتيات الفيزوني والجنز الكلاسيكي، مهما رقت ثقافتها وصارت تنانير وطنيتها، لا نحسبها أهلا لتحرير وطن أو تربية طفل أو إدارة بيت، فضلا عن رفع رأس وطن أصيب بكارثة وابتلي بعدو لا أمكر ولا أخبث ولا أيقظ ولا أشرس ولا أكثر جدية منه. وبكل بساطة نقول إن امرأة أو فتاة لا هم لها إلا التلقي عن دور الأزياء، ودور الأزياء جميعا إلا ما نذر هي دور وراءها اليهودية تغذيها وتبنيها وتنشطها، داعية لها في الصحف والسينما والمجلات والتلفزيونات والكتالوجات بقصد الإلهاء وبقصد الإفساد، إفساد أخلاق الجنس البشري كافة ولا سيما المسلمين الأعداء المباشرين لهؤلاء. نقول إن امرأة أو فتاة من هذا النوع هي أتفح من أن تكون زوجة أو أما أو مجاهدة تتحسس مشكلات أمتها وتنهض بأعباء مجتمعها وبني قومها وتسعى لغسل العار وتوليد أجيال الأحرار. همسح أضعها في أذنك يا فتاة، إلى أين أخيح؟ أما لهذا الانحدار من آخر؟ أما لهذا التبذل من نهاية؟ أعبثا والأمر جد؟ ألهوا والعدو متربص؟ أمزيدا من العري والتهتك والانسفاح برخ والتدني في مستوى العرض والعرض في سوق اللحم، وأنت التي تدفعين الثمن باهظا غاليا، وأنت التي تجنين الخسارة دنيا وأخرى؟ في تصوري إن أرقى مستوى تحلمين به أو تتوقين إليه
وإن المجتمع المتحرر الأمس الذي تدغدغه الآمال في بلوغه هو مجتمع باريس مثلا أو لندن أو أمريكا، أليس كذلك؟ اسمعي إذن، اسمعي ما كتبته واحدة من بنات جنسك وهي محررة في مجلة عربية بيروتية واسعة الانتشار. لقد كتبت من فرنسا إلى مجلتها ذات مرة تقول فيما تقول: إن ثمن حبة الدراق في لندن أو عنقود العنب في باريس يفوق ثمن امرأة هنا. يا للرخاء. أخيح إني أدعوك إلى أن تفيقي، أدعوك إلى أن تستيقظي، وإليك هذه الكلمات التي تخرج من قلب غيور مشفق عليك يريد لك السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. أيتها الفتاة التي تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكتاب والسنة منهجا، يا فتاة الإسلام، يا من تعيشين في كنف ربك وتحت رحمة خالقك وتخضعين لأوامر بارئك، ويا من تجتنبين نواهيه، هل سألت نفسك يوما هذه الأسئلة: لماذا أتحجب وطاعة لمن؟ وما معنى الحجاب وما شروطه؟ أربعة أسئلة يجدر بكل فتاة مسلمة أن تطرحها على نفسها وأن تعرف الجواب وأن تعمل بها بعد معرفة الأدلة من الكتاب والسنة لتكون على بينة من أمرها. أفتاح إن الفتاة المسلمة تتحجب لأنها تعلم أنه أمر من الله والله لا يأمر إلا بالخير لها وللبشرية جميعا، وتدرك أن الحجاب عفة وشرف وكرامة لها ولغيرها من النساء، وحفظ لماء وجهها من الأعين الخائنة والسهام المسمومة، إذ أن المرأة غالية لها مكانتها في الإسلام وبين المسلمين، لذا وجب عليها أن تحافظ على نفسها بالحجاب والستر والعفاف. أما المرأة عند الغرب وعملاء الغرب من الإباحيين فهي سلعة رخيصة يستخدمونها في ملاذهم وشهواتهم، حتى وصل الحال بهم إلى أن جعلوها دعاية يسوقون بها البضائع. واسألي نفسك يا أخية، لو رأوك غير لائقة الشكل أو كبيرة السن، هل ستجدين من يضع صورتك على غلاف المجلة لأنك امرأة مثقفة؟ وهل ستجدين من يطلبك لتعمل مضيفة بطائرة بحجة خدمتك للنساء؟ وهل ستجدين من يساعدك لأنك امرأة؟ لا، الشرط هو الجمال والثمن هو الجمال، ولكن المرأة في الإسلام على العكس من ذلك تماما، فإن لها الاحترام والتوقير وتحترم حقوقها الشرعية التي تحفظ لها الكرامة والعزة والشرف، فهي الأم المطاعة المقدرة، وهي الزوج والأخت الموقرة، وهي المدرسة الأولى للأجيال التي سترفع راية الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهن مدى الآفاق. والله خلق النساء ويعلم ما يصلحهن وما يفسدهن، فلم يتركهن سدى بل أمرهن ونهاهن، فيجب أن يسيرن على وفق الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قد أمرك أيتها الفتاة بالحجاب الذي هو طاعة لربك وخالقك ورازقك، وأنت تعيشين في كنفه تحت سمائه وعلى أرضه، فقد قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أختي المسلمة، إنك حين تتحجبين إنما تقومين بامتثال أمر الله الذي له ما في السماوات والأرض، وتقومين بعبادة الخالق ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. والمرأة بالتزامها بحجابها إنما تمارس عبادة كالمصلية في محرابها. واعلمي يا فتاة الإسلام أن الذي تنقادين لأمره سبحانه وتعالى هو الذي يتوفاك، فاستدرك النفس قبل أن تنزل بك السكرات، سكرات الموت. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهو القائل سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فاحذري أن تكوني من حطب جهنم واعملي بالقرآن والسنة حتى تكوني من أهل الجنة، واعلمي أن الذي تطبقين شرعه هو الذي ستقفين بين يديه للحساب في يوم عصيب، كما قال تعالى: يا أيها الناس
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهو القائل سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أختي المسلمة إن معنى الحجاب عظيم أعظم مما أدل عليه واقع كثير من النساء ممن يظنن أن الحجاب إنما هو مجرد عادة من عادات المجتمع ورثنها عن الأمهات أو تفرضه عليهن عادات المجتمع الذي يعيشن فيه. والحق أن الحجاب أشرف وأعلى وأغلى من ذلك بكثير إذ هو أمر من الله العليم الخبير بستر المرأة وعنوان يعبر عن انقيادها لأوامر ربها التي هي الحصن الحصين الذي يحميها ويحمي المجتمع من الافتتان بها. إن الحجاب هو الإطار المنضبط الذي شرعه الله كي تؤدي المرأة من خلاله وظيفة صناعة الأجيال وصياغة المستقبل مستقبل الأمة وبالتالي المساهمة في نصر الإسلام والتمكين له في الأرض. أختاه يا فتاة الإسلام يقول ربك الذي جعلك عينين ولسانا وشفتين وصحة في البدن ونعما لا تحصى ولا تعد كل ذلك تفضل من امتنان. يقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقضى أي حكم وأمر. واعلمي يا فتاة الإسلام أن مما يرضاه الله ويحبه رسوله في حجابك أن يكون مشتملا على شروط معينة لا يتحقق إلا بها وهي كالآتي. أولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين لأنه أعظم فتنة في المرأة ولأنه مكان جمال المرأة ومجمع محاسنها. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله ومعنى الإدناء هو الإرخاء والسدل فيكون الحجاب الشرعي ما ستر جميع البدن. وإن المتأمل لحال بعض النساء يجد أنهن مع كل أسف يخرجن إلى الأسواق سافرات كاشفات يرقبن تلك اللحظة التي يخرجن فيها من المنزل ليرمين عن كاهليهن ثياب الستر والحشمة ويكشفن عن ثوب الحياء فيخرجن نحورهن وسواعدهن وأرجلهن مع ما يحيط بها من أجواء ملبدة بتلك العطورات الفواحة. فلا أدري ما الذي أبقينه من الحياء الذي هو زينة المرأة وجمالها الحقيقي. ثم ماذا عملت يا أخية لتلك اليد الماكرة التي امتدت إلى ثوبك لتشرحه وتقصره تدريجيا. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وأعوذ بالله أن تروهما قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. ثانيا أن يكون الحجاب كثيفا غير شفاف لأن الغرض من الحجاب الستر فإذا لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجم النظر. ثالثا ألا يكون زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومعنى ما ظهر منها والله أعلم على أرجح الأقوال أي بدون قصد ولا تعمد مع تعاهد ستره ومنع انكشافه فإن كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. رابعا أن يكون الحجاب واسعا غير ضيق ولا يشف عن البدن ولا يجسمه ولا يظهر أماكن الفتنة. يا فتاة الإسلام لقد امتدت أياد خبيثة إلى حجابك الشريف وتحت ستار التقدم والحرية عملت تلك الأياد على نزع وقار العشمة ورمز العفاف وعنوان الإسلام بصورة تدريجية فما يزال الحجاب والثوب والعباءة ينحكر تدريجيا ويتقلص عند بعض الفتيات اللواتي وقعن ضحية التهريج الإعلامي الذي يبثه أعداؤنا وضحية التقليد الأعمى لكل من هب ودب ممن لم يلبسن الحجاب حين لبسنه تدينا واحتسابا ولكن لبسنه مجاملة لأعراف المجتمع وعوائده. فحذاري أخيتي الكريمة أن تكون من هؤلاء وما يزال خبثهم يتتابع وموضاتهم تتوالى
فما زلنا نرى تلك الخمر ذات الشريط الشفاف حول العينين وغيرها كثير، وما زلنا نرى بعض انواع الأغطية او ما يسمى الكاب، وقد طرز بانماط مختلفة من التطريز الملفت للنظر، وما تزال اذهان مصممي هذه الارضية تتفتق كل يوم عن جديد، والله المستعان. وسأنبئك يا اخية ان الهوة ستكبر ما دامت فتياتنا غافلات عما يقيده لنا الاعداء، ويا للاسف ان تقع فتاة الاسلام في شراك هؤلاء المفسدين وتكون من حبيسة فخاخهم. شعرت بذلك ام لم تشعر؟ هذه هي الحقيقة ولو كانت علقما مرا. فافيقي يا فتاة الاسلام، يا حفيدة خديجة وعائشة، واعلمي ان ما يحاك لك مؤامرة مراميها عظام، وان كانت بدايتها بطيئة ولكن نهايتها سحيقة. والشر لا يأتي دفعة واحدة، فليست الغاية نزع الحجاب فحسب، وانما اذا نزع الحجاب انكسر كأس الحياء وانكفأ ماء الوجه، وعندها تكون الكارثة خسارة في الدنيا والآخرة. فانظري لما حولنا وحينئذ تدركين الحقيقة. خامسا من شروط حجابك الا يكون الثوب معطرا، فيه اثارة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، رواه ابو داود. وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية النسائي ايما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. سادسا من شروط حجابك الا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال، للحديث الصحيح لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. سابعا الا يكون اللباس او الحجاب ملفتا للنظر بسبب شهرته او فخامته او غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم الهب فيه نارا. يا اخية اسمعي لقول امك ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سألته كيف يصنع النساء بذيولهن اي اسفل الثياب، قال يرخينه شبرا، قالت اذا تنكشف الاقدام، قال يرخينه ذراعا ولا يجدن عليه. يا سبحان الله، امهات المؤمنين يطلبن إطالة الثياب ونساؤنا يقصرنها ولا يبالين. يا فتاة الإسلام ويا كل فتاة، اعلمي أن هذه الشروط لا بد من توفرها حتى تكون المرأة متحجبة ولربها متعبدة، وبقدر ما تخل به من هذه الشروط بقدر ما يكون بها نسبة من التبرج. وتنبهي يا فتاتنا الى انه لابد ان يكون مصاحبا للحجاب اعتقاد بان هذا العمل انما هو امتثال لامر الله سبحانه، وان امره مقدم على كل امر، وان الله لا يامر الا بالخير ولا ينهى الا عن شر، وان اي حكم يخالف امره فهو جاهلية. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. علامات على الطريق لهذه التي تتردد في الالتزام بشروط الحجاب، نقول لها اعلمي يا امة الله ان هذه الشروط مما احب الله ورسوله وامر بها وابغض من خالفها، فليس لاحد المخالفة ولا اختيار ولا رأي ولا قول بعد قضائه وحكمه سبحانه وتعالى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واقسم سبحانه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتوعد سبحانه من خالف امره بالفتنة والعذاب الاليم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ولهذه الفتاة التي تقدم هوى النفس على حكم الله نقول لها اسمعي وتدبري قول الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولهذه الفتاة التي تدعي حب الله وهي تخالف امره اليها قول الشاعر تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. وقال اخر ولو قلت لي مت سمعا وطاعة
وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولهذه الفتاة التي تقلد من غير وعي وتمشي على غير هدى نذكرها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فهل تحبين يا فتاة الإسلام أن توصفي بغير الإسلام؟ أختي الكريمة، الحجاب ليس مظهرا وشكلا فحسب، بل هو حاجز حقيقي ونفسي ضد كل صور الذوبان في المجتمعات المنحرفة، وضد ألوان الذوبان في المجتمع الرجالي. إن المرأة المعتزة بالإسلام لا ترى سببا للتخلي عن خصائص أنوثتها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تحذير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. لقد عرف أعداء الإسلام أن في فساد المرأة وتحللها إفسادا للمجتمع كله. يقول أحد كبار الماسونية: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. ويقول الآخر: يجب علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها فزنا وتبدد جيش المنتصرين للدين. ويقول آخر: لن نستطيع أن نثبت قدما في بلاد المسلمين إلا إذا نزعنا حجاب المرأة عن وجهها وغطينا به قرآنها. تحية وبشرى إلى أختي المسلمة التي تصمد أمام تلك الهجمات البربرية الشرسة، إلى أختي التي تصفع كل يوم دعاة التحرر بتمسكها والتزامها، إلى أختي التي تعض على حيائها وعفافها بالنواجذ، إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل وبهرجته، إلى أختي التي تحتضن كتاب ربها وترفع لواء نبيها قائلة: بيد العفاف أخون عز حجابي، وبهمتي أسمو على أترابي، ما عاقني خجلي عن العليا ولا شد الخمار بلمتي ونقابي. إليك يا أخية بشرى نبيك عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وإليك أخيتي قول الحق تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإليك أخيتي تحية الله للصابرين المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخي، هذه أوصاف فتاة الإسلام، ولكن أراك قد تحولت إلى فتاة لا تعجب الغيور. وها أنا ذا سأتكلم عن فتاة لا تعجبني. أولا، من أنا حتى يعجبني أو لا يعجبني؟ أقول: أنا الفضيلة، أنا الغيرة الساكنة في قلب كل مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر، أنا العقل السليم، أنا الحياة الدافئة بأنوار الشريعة، أنا الشرف المولود، أنا الحياء المورود، أنا ضفة العفة، أنا الخير الذي يشع على كل بلاد التزمتني، أنا الحياة السعيدة، أنا الذي أراك لي أما وأختا وبنتا ورحما وقريبة، وغيرتي عليك لا حد لها ولا شطآن. بعد أن عرفت من أكون، لا أنسى أن أعرفك من تكون تلك الفتاة التي لا تعجبني. إنها فتاة، إنها صبية، إنها امرأة، وكيف لا تعجبني؟ أبوح لكم بالجواب: إنها فتاة تخلت من أساور الإسلام واستبدلتها بقيود الموضة والسلاسل التبعية. إنها فتاة نحرت الحياء ورمت به بعيدا بعيدا. في كل يوم تسأل عن الموضة، وفي كل ليلة تساهر القمر تبحث وتفكر في أمور تخالف فطرتها التي فطرها الله عليها، أمور تافهة وأفكار سافلة، ترى نفسها فوق الآخرين. لماذا؟ لا أدري، قد يكون بتصورها السامج وإعجابها بجمالها الكاذب. خدعوها بقولهم حسناء
والغواني يغرهن الثناء. نعم، فالجمال ليس كما تتخيله هذه المسكينة التائهة، بل الجمال جمال العلم والأدب والدين والأخلاق. أما من مشت في المنحدرات المظلمة والمستنقعات الموحلة الموحشة فهي أقبح ما تكون عند من لا يغتر بالمظاهر، على وجه مين وصحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. وقد يكون إعجابها بنفسها بسبب دريهمات جعلها الله تعالى في يدها، أخشى أن تنفقها ثم تكون عليها حسرة، أو بلسانها الذي يقطر غيبة في المجالس وكذبا في الكلام ولعنا وتشبعا بما لم تعطى، أقبح بها من خصال تورد صاحبتها شلالات البوار. أرجع إلى فتاتنا الصبية وصبيتنا المرأة التي جعلت من نفسها عفنا ينجذب إليه المتشكعون في الأسواق ليلا ونهارا. لم يردعهم ولم يردعها دين ولا مروءة ولا حياء، إنها فتاة نزعت ذلك القناع الذي يجملها، ألا وهو قناع الحياء. لم تفكر يوما من الأيام أن تخدم دينها، لم تفكر ساعة في أهوال القبر وعذابه. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ليس عندها ولا ذرة أمل أو بقايا همة في أن تتمثل بما تمثل به النساء الصالحات لتخدم هذا الكيان العظيم الإسلام، فترفل في ثياب العز وتنتظرها جنة عرضها السماوات والأرض. إنما نظرها ماذا لبست الممثلة الفلانية، وما هي قصة عارضة الأزياء الفرنسية، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب. يا لها من غافلة خسرت ورب الكعبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر آنفا: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما وأعوذ بالله أن تروهما، ومنهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فهي مكتفية اسما، عارية في الحقيقة، فيا لها من حسرة في الدنيا وعار بين الأهل والعشيرة يعقبهما عذاب شديد في الآخرة. وهي أيضا مائلة في مشيتها وفي كلماتها، مميلة للسذج من الرجال بل الذكور. كم هي ضعيفة العقل، فهي لا تعد الناصحين والواعظين والمشفقين عليها من نار وقودها الناس والحجارة، إلا أنهم أناس لا يعرفون التمدن ولا يعرفون الحضارة ولا يفقهون الحياة الحقيقية في زعمها. وصدق الله العظيم بيقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نعم، لقد اتبعت هذه الفتاة هواها وغرها طول الأمل، فكم نبهت في الدنيا وحذرت قبل الموت فأبت إلا أن تسير في الأوحال والظلمات، فلم تأبه لصيحات المحذرين من الوقوع في الهاوية ولا لصرخات المنذرين من العذاب الأليم يوم القيامة. تمر الأيام تترى وهي ساهية لاهية، نسيت هذه أن كل يوم يمضي إنما هو نقص من عمرها، وكل ساعة تمر تدنيها من قبرها الذي يناديها كل ليلة وهي لاهية، ولا بد أن تستجيب شاءت أم أبت. إن تكلمت تبين سفورها في كلامها قبل وجهها بغنجها وتكسرها وميلها في اللفظ، عدوة نفسها ودينها ومجتمعها، تتبجح عند مثيلاتها وزميلاتها بما رأت عبر الفضائيات الفضائحيات من أمور يستحي المرء من وصفها، بل وتحثهن على متابعة تلك القنوات فتبوء باسمها واسم كل من رأى بسببها ما رأى. يا حسرة على النساء، يا حسرة على الفتيات، ضاعت الأعمار وضلت الأعمال، والموت في كل يوم يدعوها إلى أجلها. قد تكون رزقت شهادة سوف تكون حجة عليها لا لها، وقد تكون سائقة لها إلى النار لا قائدة لها إلى الجنة. هي في حقيقة أمرها جاهلة، وإن نالت الشهادات العليا والمراكز العليا، ويا لهفي على الأجيال التي تخبئها أرحام تلك الناقصات. وإذا النساء
رضعنا في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. وقد تكون تلك المرأة رزقت أخا أو زوجا يقوم بتوصيلها إلى الأسواق ثم يتركها وحدها، وقد ينزل معها ولكن النزول والعدم سواء، فينزل معها وعيناها بائنتان بحدودها أو وجهها مكشوف، والأيدي والأذرع حينما تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، والقدمان واضحتان لكل متسوق. أتعجب كل العجب وأسأل نفسي لماذا خرج معها هذا الذي يسمى ذكر أو رجل؟ الجواب معروف، فقد أخرجته هي لتحمله البضائع التي سوف تشتريها بماله، حيث اتخذته سلة لمشترياتها، والعذاب عليه وعليها يوم القيامة. ولتعلم علم اليقين من كانت على منوال تلك الفتاة أنها قد تكون ممن يمسي في لعنة الله ويصبح في غضبه وتروح وتجيء في صفته، فلتنتبه قبل أن لا ينفعها الانتباه، ولتعلم أنها لو تنعمت بأشكال اللذائذ وأنواع النعم طوال حياتها ثم غمست غمس في جهنم لأنكرت أن يكون مر بها نعيم قط، كما جاء في الحديث الصحيح. لم نزل ننظر إلى صبيتنا الفتاة وهي تفرح وتمرح، كم هي مسكينة مخدوعة، غرقت في بحار الأماني وهلكت في محيط الأمل، والموت أقرب من شراك عليها. هي تمشي بين الأسواق وما تدري ماذا أعد الله لها، وتنوم الجفون ولا تعلم ماذا ينتظرها من عذاب الله، وتضحك مع زميلاتها في الجامعات والمدارس وربها سبحانه قد يكون ساخطا عليها. لم يدر بخلدها تلك الحفرة الضيقة ذات الظلام الدامس التي سوف توضع فيها. لا تحب أحدا يذكرها بالموت لأنه ينغص عليها لذاتها المحرمة، تريد أن تخادع نفسها حتى يهجم عليها الموت، حينها لن يرجع إلا وفريسته في يده، وسوف تكون ممن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وتكون ممن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهي قد ساعة صفر واقترب الموت ولاقاها الذي طالما كانت تفر منه، ولا تحب أن تسمع ذكره، رأيت البكاء والدموع والتأوه إذ جعلت تستعرض شريط الذكريات السوداء التي لطختها بالسعي في الأرض والأسواق والجامعات فسادا. أغوت عددا من الشباب وتبرجت في الأسواق وتحدثت بتلك المكالمات الآثمة التي لا ترضي الله، وخانت والديها، وأصبح الإسلام يشتكي إلى الله منها، فتقول وهي على بوابة الآخرة رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن هيهات هيهات، إنه غباء مطبق، ما بعده غباء، وإنها الخسارة، ويا لها من خسارة. إني أقول لتلك الفتاة اعلمي أن قبرك الآن ينتظرك، وهو إما وإما، إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فإن كانت الأولى فاسعدي وقر عينا، وإن كانت الثانية فما أشقاك وأتعسك والله. فهل جلست أيتها الفتاة فتدبرت أي الحفرتين سيكون المصير وأي القبرين سيكون الجزاء؟ أيتها الفتاة، ألا تذكرين إحدى زميلاتك التي قد تبادلت معها بعض الحديث ثم أخبرت بعد ذلك أنها قد أكملت الأيام التي قدر الله لها أن تعيش، ثم هي الآن بين اللحود، فما تظنين أن تقول أو تعمل لو سمح لها بالعودة إلى الحياة؟ وهل فكرت وسألت نفسك يوما لماذا أخذها الموت وتركني؟ فقد يكون هذا رحمة من الله تعالى لك، فأراد أن يذكرك، وحق لمن اتعظ بغيره أن يسمى عاقلا. فإن كنت قد اغتررت بمغفرة الله ورحمته فتذكري تلك الآية التي كان يرددها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قائم يتهجد آخر الليل، فلم يستطع أن يتجاوزها من البكاء خوفا أن يكون منهم، وهو على ما هو عليه من التقوى والخشية، وهي قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أما أنت فقد جمعت عملا سيئا مع أمن من عقوبة الله، وهذا غاية الخسران. يقول الحسن البصري رحمه الله إن قوما ألهتهم الأمان بالمغفرة حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب كذب
كذب، لو احسن الظن لاحسن العمل. ثم تلا قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اختاه يا من ظلمت نفسها، لا تغتر بنساء الغرب الفاجرات، ومن شاكلهن ممن يعشن في الحضيرة لا الحضارة، فان اولئك وصفهم الله تعالى بقوله: انهم كالانعام بل هم اضل. ثم انظري في مآلهم بعد ذلك: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. وقد قال تعالى منبها لنا نحن المسلمين: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. فهل تريدين ان تكوني مثلهم؟ كأني بك وقد اقشعر الجلد وقف شعر الرأس، تقولين بملء فيك معاذ الله. فأرجو أن تقولي بعدها: توبة يا رب، يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب. ينبغي لكل فتاة أن تنظر إلى وجهها في المرآة، فإن كان جميلا فلتكره أن تسيء إلى هذا الجمال بفعل قبيح، وإن كان قبيحا فلتكره أن تجمع بين قبيحين، قبح في الشكل وقبح في الفعل. تدبري يا غافلة إلى هذه الفتاة ومثيلاتها، أنثر لهن باقة من النصائح الشعرية علها أن تحرك قلبا قسى من طول الأمد والجري خلف الأمل، حتى أصبح كالحجارة أو أشد قسوة، ونفسا سكنت أرض الله تعالى وما عرفت الله طرفة عين. يقول مالك بن دينار رحمه الله: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما من خبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: انظر لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التفكير والنظر قف بالمقابر، وانظر ان وقفت بها لله ذرك ماذا تستر الحفر. يا اختاه اختم بهذا: ما احلم الله، ما احلم الله عنك حيث امهلك اياما وسنين، لعلك تستيقظي من غفلتك فتراجع حساب مع الله تعالى، وتنظري في مصارع المثيلات كيف كانت، فتتعظي وتعتبري بغيرك قبل أن يعتبر بك الغير. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أختاه أرجو أن تعذريني إن قسوت في العبارة، فإنما هي صيحة مشفق ونصيحة محذر وصرخة غيور، إنما أطلقتها بزفرات فؤادي علها أن تعيها الأذن منك ويستجيب لها الفؤاد ويفيق لها العقل، وهي تحذير وذكرى لمن كان لها قلب أو ألقت السمع. سأظل أنفخ في الرماد لعله يوما يعود الوحش للنيران، وأظل أضرع للإله لعله يوما يعود الناس للرحمن. أسأل الله أن يجعل